أكثر من 5000 مواطن عالق في مصر وآخرين في الأردن وماليزيا والهند وبلدان أخرى جراء أزمة كورونا وتوقف الطيران. ماذا فعلت الحكومة لمساندتهم وما هو دور المبادرات والتكافل الاجتماعي في مساعدة اليمنيين العالقين والتخفيف من وطأة الأزمة عليهم؟ أهلا بكم. عجز عن تكاليف الحياة هناك وعجز عن العودة إلى بلدانهم، هكذا وجد اليمنيون العالقون في الخارج أنفسهم دون من يكترث لمصيرهم منذ توقف حركة الطيران قبل شهر. لا يستطيع آلاف اليمنيين في الخارج العودة إلى البلاد، بينما معظمهم سافروا لتلقي العلاج وقدرتهم المادية محدودة، ويواجهون أزمة مالية في استمرار الإقامة في تلك البلدان. 5000 عالق في مصر نشد الحكومة أن تعمل على حل أزمتهم، لكن وحتى الآن لم تقدم السفارة اليمنية في القاهرة أي عون لهؤلاء العالقين. عالقون أيضا في الأردن والهند ومنفذ الوديعة يرفعون مناشدتهم لحل معضلاتهم، فيما تقف البلد اليوم على قلق الخوف من انتشار كارثة الفيروس في اليمن، بلد الذي يعاني منذ 5 سنوات حرب. فكيف سيكون نظامه الصحي يا ترى؟ في 14 من مارس الماضي اتخذت الحكومة قراراً بإغلاق المنافذ الجوية وإيقاف حركة الطيران كأحد التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. هذا القرار الذي مر عليه نحو شهر تسبب في بقاء آلاف اليمنيين في الخارج، أغلبهم في مصر والهند والأردن، سافروا لتلقي العلاج، الأمر الذي تسبب لهم بمشكلة إنسانية لا يستطيعون بسببها العودة إلى بلادهم، وليس لدى أغلبهم القدرة على مواجهة أعباء الإقامة في تلك البلدان. العالقون في مصر ناشدوا الحكومة من أجل تقديم مساعدات للمرضى هناك، والذي يقدر عددهم ب5000 شخص، وفي المقابل برزت مبادرات مجتمعية بين الجالية اليمنية في مصر تعمل على توفير سلال غذائية ومواد عينية لليمنيين، لا سيما مع فرض الحجر المنزلي وتوقف حركة الحياة. في اجتماع الحكومة الأخير شدد رئيس الحكومة معين عبد الملك على ضرورة الاهتمام باليمنيين العالقين في الخارج، غير أنه لم يوجه باتخاذ خطوات عملية لترجمة هذا الاهتمام، ولم يعلن عن تقديم أي مساعدات عبر سفارات اليمن في تلك البلدان أو اقتراح وتنفيذ أي حل لأسر تعاني في الخارج وسط أوضاع صعبة. بعض هؤلاء العالقين ناشدوا الحكومة لإجلائهم إلى اليمن وإخضاعهم للحجر الصحي في عدن وسيئون، لكن ومع الإعلان عن أول حالة إصابة في اليمن ترتفع المخاوف من أن يجلب هؤلاء العالقون كارثة إنسانية للبلد، خصوصاً في ظل ضعف قدرات السلطات الصحية والأمنية على فرض إجراءات الحجر وباقي إجراءات مواجهة الوباء. المنافذ البرية هي الأخرى تم الإعلان عن إغلاقها إلا من المواد الغذائية والمستلزمات الاستهلاكية، فيما يتكدس مئات المواطنين في منفذ الوديعة لم تسمح السلطات بدخولهم، ولم يتم توفير وسائل الإقامة الكريمة لهم مؤقتاً في السعودية. أرحب بالأستاذة نبيلة سعيد الصحفية والناشطة الحقوقية، ضيفتنا، تنضم إلينا عبر سكايب من الخرطوم. أهلا بك أستاذة نبيلة. أهلا وسهلا فيك. أنت أحد العالقين في العاصمة السودانية الخرطوم. بداية، قبل أن نتحدث عن أو تصفي لنا طبيعة الوضع الحاصل الآن للعالقين في السودان، نريد أن نتحدث بشكل عام. إذا منذ شهر والأجواء مغلقة وهناك منع من العودة إلى اليمن والآلاف من العالقين خارج البلد، بداية كيف تعلقي وتقيمي مستوى هذه الأزمة؟ أولا، نحن نعيش أزمة متراكمة أو أزمة متتالية، كوننا كيمنيين في المساحة الجغرافية للأزمة منذ 5 سنوات. لا يكاد يختلف الوضع إلا أن 2020 حمل معه تحدي كبير جدا للعالم وخاصة لليمن، موضوع كورونا. في تصوري البسيط أننا نعيش شللا كاملا في السنوات التي مضت
بالخروج اليمن عن الخدمة كقيادة حكومية، كدولة، كسياسيين مسؤولين عن هذا البلد. نستطيع أن نقول عنهم أنهم خرجوا عن الخدمة لليمنيين في الأوضاع العادية التي هي أوضاع توفير الأمان وتوفير مستلزمات الحياة الطبيعية، فضلاً عن وجود وباء كورونا وهذه الجائحة الاستثنائية التي حلت بالعالم أكمل، فما بالك باليمن في الوضع الذي تعيشه أساساً منذ الخمس سنوات، وهذه السنة السادسة التي تدخل على اليمن وهو يعيش أسوأ وضع إنساني على مستوى الخارطة التاريخية. طيب، هناك أيضا عالقين في الخرطوم في السودان، لو تضعين في صورة معاناتهم. هناك إذا تحدثنا عن العالقين، هناك عالقين في كل المساحة العربية والمساحة الدولية. أنا أتحدث مثلا، إذا تحدثت عن الخرطوم، هناك عالقين حقيقة في الخرطوم وفي السودان، أتوا لفترات زمنية محددة بسيطة لأشياء تتعلق بدراسات وعمل وشغل من هذا القبيل، لكن هؤلاء بعضهم استطاع أن يرتب أوضاعه بصفة شخصية وبعضهم بصفة مجتمعية، لكن يظل السؤال الذي لا يجد إجابة حقيقية في كل مطب يتعلق بالعالقين، تظل المساحة التي يتحرك فيها الدولة هي مساحة فارغة وشاغرة، ولا يمكن أن يحدث فيها تحرك سريع لإنقاذ أو للتعامل أو يعني تحليل التعامل مع هذا الوضع بشكل سريع. هناك دائما مساحة فارغة ما بين الحدث وما بين ما يمكن أن يتطلب تدخله من قبل الحكومة ومن قبل الدولة اليمنية لرعاية اليمنيين. اليمنيين في كل المساحة حول العالم هم الوحيدين الذين ينتظرون بقلق، برغم أن كل العالقين في حول العالم لا يعنيهم مسألة أن يكونوا عالقين في أي مطار كان، إلا اليمنيين هناك مشكلة حقيقية في هذا التواجد في المطارات والتواجد في مساحات جغرافية معينة. هناك تحدي كبير جدا في الوضع الصحي. تفضل. طيب، كان هناك تصريح وموقف من رئيس الحكومة، تقييمك لهذا التصريح ومدى الاهتمام؟ يعني أنا أسمع التصريح، اسمح لي أستاذ الكريم، أسمع التصريح وأنا أتأكد تماما أن هذا التصريح لن يخرج عن كونه مجرد إبر تخدير أو مجرد يعني كما يقال إزاحة للمسؤولية عن العاتق، أو مجرد تبرير لوسائل الإعلام أن هناك حراكا حكوميا باتجاه التحدث باسم الوضع الراهن لليمنيين في مختلف البلدان ومختلف المطارات ومختلف التحديات التي يواجهونها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك فعليا حراكا حقيقيا لإنقاذ العالقين، إنقاذا واقعيا يلمسه الناس المتضررين في هذه الأوقات الراهنة؟ نحن نتكلم عن تحديات صحية كبيرة، نتكلم عن تحديات متعلقة بالمعيشة، تحديات قانونية في بعض البلدان متعلقة بالإقامات. ما الذي أحدثته هذه الحكومة بقيادة الأستاذ معين وكان رقما حقيقيا يصب في خانة الإنجاز لهذه الحكومة؟ ونستطيع أن نتحدث أنه فعليا حدث هناك ما يعني يعفي الحكومة من مسؤوليتها تجاه اليمنيين في مختلف البلدان. طيب، في مصر الرقم الأكبر ربما 5000 عالق، برأيك وفي تصورك كيف يمكن إنقاذ هؤلاء العالقين؟ مع الأسف دائما مصر تتحمل الأرقام الكبرى في مسألة العالقين. في 2015 في مارس عندما اندلعت الحرب على اليمن بقيادة التحالف العربي، كانت مصر والأردن وبعض الدول العربية تتحمل كثير من العالقين، غير أن الأردن ومصر كانت الدولتين الوحيدتين التي تتحمل آلاف اليمنيين. ورغم ذلك لم يحدث حقيقة، وأنا أقولها بمرارة، لم يحدث حقيقة تحركا إنسانيا مدروسا واعيا تجاه العالقين من أبناء اليمن عند هاتين الدولتين التي تعتبر شقيقتين.
فضلا عن المفترض أن يكون من السفارات اليمنية المتواجدة في هذه البلدان. هذا الألم ينقل نفسه في صورة مختلفة تماما في الوضع الجديد مع كورونا. لم يحدث أيضا حراكا حقيقيا سريعا لمعالجة الأوضاع التي يعيشها اليمنيين حاليا، خاصة ونحن نعرف تماما أن الذين يعلقون في مصر هم يعلقون بسبب الأوضاع الصحية ولا يعلقون بأي سبب آخر. وهذا الوضع يرشح نفسه إلى مسؤولية حقيقية وضمير أخلاقي وقيمي ووطني من الدولة والحكومة تجاه أبناء اليمن في مصر على حد التعبير، باعتبار أنه أكثر العالقين فيها. الجانب الآخر هي مناشدة، ورغم هذا ليس في مسؤولية المنظمات المجتمع المدني وليس في مسؤولية المبادرات، لكنه هي مناشدة لكل من يستطيع أن يسهم أو يقدم عوناً أو يقدم يداً سخية، خاصة في هذه الأوضاع الراهنة وفي التحدي العالمي، أن اليمنيين هم أكثر الناس تضرراً وأكثر الناس تحوطهم الإحباطات، كونهم يعيشون أساساً في بلد في مربع الحرب ووضعه السياسي لم يخرج إلى النور، فضلاً أيضاً عن دولة لم تستطع أن تولي رعاياها في أي خارطة جغرافية اهتمامها الخاص، وتظل دائماً خارج الهامش، تعمل في عشوائية كبيرة جداً في الأوضاع العادية، فضلاً عن أوضاع الأزمات ممثلة في الكورونا بالوقت الراهن. طيب، نرحب معنا أيضاً ينضم إلينا عبر الهاتف أحد المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية، الأستاذ علي هاجر. أهلا بك أستاذ علي. أهلا أخي الكريم. أستاذ علي، بداية لو تشرح لنا أوضاعكم وكيف هو وضع العالقين في مصر. أوضاع العالقين في مصر كارثية بكل ما تعنيه الكلمة. يعني كثير من اليمنيين المتواجدين في مصر كما هو معروف أوضاع اليمنيين العالقين في مصر، أغلب اليمنيين متواجدين هنا للعلاج، وفقدوا يعني بسبب الأوضاع هذه الحالية، هذه جائحة كورونا، كل ما يملكوهم في مصر، وللأسف يعني أغلب الناس ما بيش لهم أي مصادر دخل، وهم متواجدين هنا في مصر للعلاج. نشتي حل يعني سريع من الحكومة، نناشد الحكومة أنها تتدخل، لأنه الوضع كارثي ومأساوي بشكل كبير. طيب، تناشدون الحكومة إيجاد حلول لوضع العالقين الآن، هل تم التواصل معكم من قبل الحكومة؟ هل التقيتم بممثلين عن السفارة؟ للأسف يعني بمجهودات شخصية، ومن هنا نحب نشكر الأخ إبراهيم الجهمي والأخ محمد عاطف فقط لا غير. البقية ما لقينا أي تجاوب أو لقينا من أي حد، ذهبنا إلى السفارة قلنا لهم أنهم يساعدونا يرجعونا لليمن أو يشوفوا لنا حل، لكن للأسف يعني ولا وجدنا أي تجاوب نهائيا ما لقينا أي تجاوب. قلنا لهم نشير نروح اليمن، يعني إحنا حانبين هنا في مصر، يعني يوفروا لنا يعني تسووا لنا حجر صحي نرجع لليمن ويفعلوا لنا حجر صحي، يعني أو يعني إحنا متواجدين هنا والفلوس كملت علينا، ويعني في يمنيين للأسف حتى أنهم يعني ظروفهم جدا صعبة، يعني جدا جدا صعبة، مش قادرين يدفعوا الإيجارات حق السكن اللي هم ساكنين فيه، ولا معاهم حتى يعني قيمة الغذاء. هذه يعني كارثة، إذا استمر الوضع هكذا أكثر من أسبوع أكثر من 10 أيام ربما تكون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. طيب، تحدثت. طيب، ستبقى معي الأستاذ علي، وينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ فهد سلطان من إسطنبول الصحفي. أهلا بك أستاذ فهد. أهلا وسهلا بالأخ الكريم، مرحبا. أستاذ فهد، بداية كيف تتابع أزمة العالقين في الخارج جراء إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا؟ أزمة العالقين هي تأتي ضمن أزمات كثيرة تعيشها الحكومة، هي أزمة مركبة. الحكومة الآن أنا لست مدافع عن الحكومة، لكن الحكومة تعيش أزمة فعلية إلى جانب الضعف الذي تعيشه الحكومة نفسها، فهي لا تستطيع أن تحل مثل هذه الإشكالية. يعني عودة مثل هؤلاء العالقين إلى داخل اليمن في ظل هذا الظرف وفي ظل أزمة كورونا ربما تعمق المشكلة أكثر وأكثر.
الوضع الصحي داخل البلد منهار، لا تستطيع كذلك يعني اليمن هي البلد الوحيد حول العالم التي توجد فيها إلا حالة واحدة، يتخوفون كثيرا أنه إذا تسربت يعني مثل هذا الوباء وانتشر داخل اليمن فإنها ستكون كارثة، ربما ستفوق كل الكوارث في كل الدول. في أزمة مركبة حقيقية، لكن هذا لا يعني أن يترك هؤلاء العالقين، لكن مهم أن يوجد لهم حل. نحن أن نطالب الحكومة بحل، هذا كالذي يطالب إسرائيل أو يطالب شيء مستحيل يعني كما يقال فيه، لكن ممكن أن يكون هنالك مبادرات فردية، مبادرات شبابية، مبادرات مجتمعية، أن ينشدوا أو يتحرك عدد من رجال الأعمال لحل هذه الإشكالية. هذه مشكلة مركبة، حلها بالطريقة التي نتوقع الآن صعب، لأنه نحن بين خيارات، كل الخيارات صعبة للغاية. طيب، تبقى معنا الأستاذ فهد سلطان. أذهب مرة أخرى للأستاذة نبيلة. كنت أشرت إلى نقطة تتعلق بأنه هناك ربما حالة تقصير أو خذلان من بعض الدول العربية التي يتواجد فيها العالقين. هل المطلوب من هذه الدول أن تقوم هي بالدور؟ وما هو المطلوب توفيره للمواطنين اليمنيين الذين اضطرتهم الظروف للتواجد في بلدانهم؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، من هي الجهات برأيك المعنية في الحكومة التي يفترض أن تمارس دور مباشر للتخفيف من معاناة هؤلاء العالقين؟ هل السفارات هذا هو الدور المطلوب والمناط بها؟ أولا، نحن لا نطلب من البلدان التي علق فيها اليمنيون أو أبناء اليمن أن يقوموا بأدوار حقيقية مع العالقين، لكن هناك أدوار تكاملية مع سفارة اليمن في المتواجدة فيه، هناك أدوار إنسانية، هناك أدوار يعني رشحها الوضع العام لوباء كورونا. العالم كله اليوم يتكاتف، كله بمسلميه ومسيحييه ويهوديه وكل الديانات والمذاهب، كل الآن تتعاون، كلها تتكاتف. لا يوجد هناك بالذات في موضوع كورونا وفي أزمة كورونا التي اجتاحت العالم من أقصاه إلى أقصاه، لا يوجد هناك مسؤولية لطرف على طرف، هي مسؤولية تكاملية لابد أن تقوم بها بالدرجة الأولى الأوطان العربية والإسلامية فضلاً عن المجتمع العالمي. هذا بالنسبة للعالقين بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بكورونا. هناك أدوار فعلية لابد أن تمارسها الدولة، وأنا حقيقة لا أعفي تماماً الدولة ولا الحكومة اليمنية من أي مسؤولية، بل أعتقد أن مسؤوليتها مضاعفة ومسؤوليتها يعني ممكن تكون مسؤولية إضافية لما يحدث في اليمن. أن هؤلاء اليمنيين هم أبناء اليمن ومسؤولين من هذه الدولة ومسؤولين من هذه الحكومة، ولا بد أن تقدم أدوار حقيقية لن تعفى ولا يمكن أن يعفيها أحد، وليس من الصحيح أن نعفي الدولة. لا بد أن نوجد، أو هذه الدولة توجد حلول أيا كانت هذه الحلول، بعيدا عن التخدير الإعلامي وبعيدا عن الدعاية الإعلامية وبعيدا عن التنديدات والشجب. نريد فعلا أن تنطلق السفارات وتنطلق وزارة حقوق الإنسان وتنطلق الكيانات السياسية المتواجدة في الوطن العربية التي يعلق فيها الناس، خاصة إذا ستحدث عن مصر مثلا على سبيل المثال، مثلا باعتبار أن فيها الكثير من اليمنيين الهاجرين من اليمن بسبب الظروف الصحية. الأمر الآخر، نحن صحيح نعلق على المبادرات المجتمعية وعلى التعاون بين المواطنين اليمنيين المتواجدين خارج اليمن والذين يمثلون صورة مشرفة أمام الدولة وأمام أنفسهم، لكن هذا لا يعني تماما أن يتحملوا هؤلاء المسؤولية الكاملة وأن يظلوا هم يتحملوا مسؤولية الدولة تخرج عنها والحكومة تخرج منها والرئيس يخرج منها. هذه مسؤولية الدولة، وهؤلاء رعايا دولة، وهؤلاء المواطنين هم أبناء اليمن الذين يحملون على عاتقهم الشرعية اليمنية. أين هي الآن؟ هذا طيب أستاذة نبيلة، تبقي معنا، أستأذنك فقط بالعودة إلى ضيفي من مصر عبر الهاتف الأستاذ علي. أستاذ علي، هل هناك أي مبادرات مجتمعية أو دور للجالية في مصر للتخفيف من معاناتكم؟ للأمانة أخي الكريم، إحنا إلى الآن سمعنا يعني مجرد أن في مبادرات
في مبادرات من قبل الأخ إبراهيم الجهمي لتوزيع السلة الغذائية عددها 7500 سلة، لكن إلى الآن لم نرى أي شيء. لكن هو مشكور الأخ إبراهيم الجهمي اللي للأمانة يعني وقف معانا وحاول يستوعب اليمنيين، لكن إلى الآن إحنا مجرد يعني أخبار من هنا وهناك إن في مبادرات وفي رجال أعمال قالوا بيساعدوا اليمنيين، لكن إلى الآن ما شفنا أي شيء. إحنا هنا بس إحنا نشتي نسأل أين دور الحكومة في كل هذا؟ دور الحكومة حكومتنا، يعني كل الحكومات أجلت رعاياها وساعدت رعاياها إلا الحكومة حقنا، ما شفنا منها أي مساعدة نهائيا. لا هي اللي أجلتنا من هنا من مصر ووضعتنا تحت حيز صحي وإحنا راضيين بهذا الشيء، ولا هي اللي وقفت مع اليمنيين اللي هم ظروفهم المعيشية صعبة وظروفهم الصحية، هم أصلا أكثر الناس اللي موجودين في مصر، يعني ذهبوا مصر لأجل العلاج، كملت عليهم أغلب الناس حالتهم المادية يعني صعبة ماديا، ولا هم اللي أجلوهم من مصر، يعني بينتظروا بس لما اليمنيين مثلا يتسولوا في مصر، ولا يعني الوضع مساوي. أشكرك جزيلا أستاذ علي هاجر من مصر، أحد العالقين اليمنيين هناك، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى للأستاذ فهد سلطان. أستاذ فهد، إذن الحكومة الآن فقط تدعو وتشجب وتندد وتنبه، لكن عمليا كما استمعنا لضيوفنا لم تقم بفعل شيء، ما الذي يفترض على الحكومة فعله؟ يا أخي هذه مسؤولية كاملة، لكن أنا أقول أننا لا نعلق على الفراغ، وبعد ذلك يعني نطالب ما الذي يمكن أن تفعله هذه الحكومة. هذه المسؤولية كذلك يدخل في هذه المسؤولية التحالف العربي والمملكة العربية السعودية بصورة مباشرة، مهم للسعودية أن تتحرك في هذا الجانب. السعودية التي تتبجح دائما أو تتحرك دائما أنها في الجانب الإنساني، لماذا لا يتحرك الآن مثلا مركز الملك سلمان وإدخال هذه القضية ضمن اهتماماته ما دامت أنها جانب إنساني؟ يأتي بالحق المصورين ويأتي بالصور والإعلام ويتحدث عن جانب يعني إعلامي، لا المشكلة. لماذا يعني هذا المركز، أو لماذا السعودية في القضايا الأساسية الحقيقية التي يريد اليمنيين أن تتواجد تغيب، وفي القضايا التي لا يريدها اليمنيين تحضر؟ تحضر السعودية في المفرق وتغيب في مثل هذه القضايا. السعودية تتحمل مسؤولية كاملة بحكم أنها تدخلت في اليمن، وبحكم أنها مسيطرة ومحافظة على هذه البلاد برا وجوا وبحرا، مهم أن تحضر في هذا الجانب وأن تشارك، أن تقول لها الطاولة، أو أن تترك اليمنيين وتتخلى وتترك اليمنيين في شأنهم، لكن أن تشارك في حصارهم وأن تتدخل في بلدهم وأن يعني تأتي وتحاصر الشرعية داخل المملكة العربية السعودية، ثم وقت الأزمة تتخلى عنهم بحكم أنها هي تعاني هذه الأزمة، هذه مشكلة أخرى. نحن يعني مسؤولية الحكومة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، ومسؤولية التحالف ومسؤولية السعودية كذلك مسؤولية، وتتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية لمسألة العالقين داخل اليمن. السعودية يعني كما قال يعني حافرت القتل، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض. طيب أعود للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، كما استمعنا إلى حديث الأخ علي، وكثير من اليمنيين العالقين اليوم يطرحون نفس الكلام، أنهم يريدون العودة إلى البلاد وسيخضعوا إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوم لأنهم يفضلون ذلك ولا ما يتعرضون له اليوم خارج البلد. هل برأيك هذا خيار منطقي؟ هو طبعا الخيار للعودة لليمن هو خيار يعني خيار الضعفاء اللي لا يمتلك حيلة في نهاية المطاف، لكن هذا ليس مبررا حقيقيا وليس صحيحا، وليس التفكير بهذا المنحنى هو تفكير منطقي وصحيح، باعتبار أن اليمن في الوضع الطبيعي جدا لا تمتلك أبسط المقومات للرعاية الصحية الأولية، فكيف ستتعامل مع مفترض أن يكونوا مشتبهين بفيروس الذي يتحدى العالم اليوم؟ هناك تحدي حقيقي أمام ما هي المستلزمات الطبية التي تمتلكها اليمن، أو يمتلكها منافذ المطارات في اليمن، أو تمتلكها الفرق الطبية في اليمن. هل فعليا اليمن بمطاراته ومنافذه مستعد لاستقبال هؤلاء العالقين في حال أن مثلا الحكومة اليمنية أجلت هؤلاء الرعاية من أي دولة كانوا فيها؟ هل هي مستعدة من الطرف الآخر أن
توفر أماكن آمنة للحجر الصحي وتقوم بمسؤوليتها المهنية والصحية والطبية. أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة جدا لن تخرج منها أبدا في هذا الجانب تحديدا. وأعتقد أن الحجر الصحي الذي تمارسه ميليشيات الحوثي في رداع أكبر شاهد على الأوضاع الصحية المتردية والأوضاع الكارثية التي تشاهدها منطقة رداع ومنطقة حجر رداع. طيب أستاذة نبيلة، ما رأيك بما طرحه الأستاذ فهد سلطان عندما حمل المملكة العربية السعودية المسؤولية وربما يقول أنه لابد أن تقوم بفعل تجاه هؤلاء العالقين؟ أنا في تصوري طبعاً وأنا أشاطر بعض الرأي في هذا الجانب، أنه طالما أن قيادة التحالف هي من تعرقل مسيرة هذا البلد وتحدد من خياراته في الحرية والكرامة والخروج من دائرة الحرب ودائرة الأزمة الإنسانية الحالية وتؤجل هذا الملف للبت فيه بشكل حقيقي ومنطقي، فهي تتحمل جزء من هذه المسؤولية. وإن كنا نتمنى حقيقة أن يخرج تصريح جريء للحكومة اليمنية ويقول نحن أخلينا مسؤوليتنا، حتى سنرى على الملأ من الذي سيتحمل المسؤولية بعد دخول الحكومة اليمنية مسؤوليتها. هل قيادة التحالف بقيادة السعودية ستتصدر لهذا الموقف؟ هل ستنقذ اليمنيين الذين يعتبروا على مسؤوليتها الحقيقية منذ 2015 حتى اللحظة؟ هل ستتحمل مسؤولية هؤلاء العالقين المتواجدين في أطراف البلدان العربية؟ هل سيكون هناك دورة حقيقية؟ هي بصريح العبارة لم تتحمل دورة ثانيا لا بسلل غذائية ولا بمعالجات طبية بالشكل الذي يمكن أن نسميه فعلا إنصافا أمام اليمنيين الذين يسقطون بسبب طائرات التحالف. هناك هدرا إنسانيا على مستوى الساحة اليمنية بسبب طائرات التحالف، لم تقدم أي جهد إنساني ولا جهد إغاثي ولا جهد سياسي، فضلا ما الذي يمكن أن تقدمه في زمن كورونا. طيب أستاذ فهد سلطان، إلى أي حد يمكن التعويل على المبادرات وحالات التكافل الاجتماعي اليوم للتخفيف من معاناة هؤلاء العالقين؟ المبادرات الإنسانية والمبادرات المجتمعية تفعل فعل كبير في كثير من الدول. اليوم كثير من الدول عندما سقطت الحكومات وعجزت عن مواجهة مثل هذه الأزمة الكبيرة التي تعاني وخاصة فيما يخص كورونا، جاءت المبادرات الفردية والمبادرات المجتمعية وشاركت بشكل كبير. نحن سمعنا اليوم ان بيت هائل سعيد او اسره هائل سعيد التجاريه تكفلت بانها ستدعم الجانب الاقتصادي للقطاع الصحي داخل اليمن في توزيع الكمامات وفي توزيع اجهزه التنفس. يعني هذا واحد من رجالات الاعمال او من البيوت التجاريه الكبيره داخل اليمن فعلت هذا الفعل. كم لدينا من 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 رؤوس اموال داخل البلد تستطيع تفعل الكثير لو ان هنالك فعلا مسؤوليه او شعور بالمسؤوليه. المبادرة المجتمعية والشبابية ولو كانت حتى محدودة تستطيع أن تفعل الكثير أمام هذه الأزمة، لا نقلل منها أبدا، تستطيع أن تفعل الكثير فيما لو توفرت لها ولو الحدود الدنيا في أن تتحرك وتمارس عملها. طيب أستاذة نبيلة، بالأمس كان هناك توجيه لمحافظ شبوة وجه بتحويل مبلغ مالي على ما أعتقد 30,000 دولار للعالقين من أبناء محافظة شبوة في القاهرة، وأيضا هناك توجيه آخر من محافظ محافظة حضرموت. هؤلاء هم رجال دولة، إلى أي حد هذه القرارات من محافظة شبوة ومحافظ حضرموت هي إيجابية وفي نفس الوقت تحرج الحكومة؟ هذه المبادرات هي أولا تضعنا أمام صورة حقيقية لانكشاف الأقنعة. الكورونا الفيروس الذي يهدد العالم كامل يضع اليمنيين أمام امتحان حقيقي مع أخلاقياتهم الوطنية وأخلاقياتهم القيمية وأخلاقياتهم يعني المجتمعية أمام أبناء بلدهم. عندما ترشح للسطح مثل هذه القيادات التي هي محسوبة بطبيعة الحال على الحكومة ومحسوبة على المجتمع اليمني، هي في الدرجة الأولى تحرج الوجه الحكومي وتظل أمام مسؤولية الدولة أين أنتم إذا بادر مثل هؤلاء.
المبادرات التي تقوم الآن في اليمن وخارج اليمن من رجال أعمال ومبادرات شبابية، يعني كلها هي تحرج هذا كيان الحكومة. ويعني يكفي أننا نرى مبادرات من شباب لا يمتلكون الأشياء الكثير إلا أنهم يبادرون عبر صفحات السوشيال ميديا ويشددوا على ويندّدوا على الأدوار الفعلية لأبناء اليمن في التكاتف وفي التواصل وفي أن يكونوا لحمة وطنية واحدة داخل اليمن وخارج اليمن. هذه المبادرات هي صحيح أنها يعني تشد من النسيج الوطني اليمني في الداخل والخارج، لكنها أيضا تحرق الدولة وتحرق الحكومة وتضعها أمام مساءلة وطنية لا يمكن أن تسقط بتقادم هذه الأزمات. طيب أستاذ فهد سلطان، هل ترى أن هذه الحلول التي قام بها محافظ شبوة أو محافظ حضرموت إلى أي حد هي جيدة؟ هي جيدة إلى حد كبير، على الأقل الشعور بمسؤولية، يعني الشعور بمسؤوليته كمحافظ، وهذا جانب إيجابي، ونحن نشجع بقية المحافظات أن تحذو حذو هذه المحافظتين في أن يقفون مع أبناء محافظتهم ولو بالحد الأدنى. يعني إذا استطاعوا أن يوفروا لهم فقط القوت الضروري لأن يستمروا طوال هذه الأزمة إلى أن يجد الناس لها حل، باستطاعة المحافظين المسؤولين الوزراء ولو خارج حتى دائرة سلطتهم أو مسؤوليتهم أن يقفوا مع هذه الأزمة الكبيرة التي تعاني منها البلد، استطاعوا فعل الكثير. طيب أستاذة نبيلة، كنا تحدثنا عن رغبة بعض اليمنيين العودة وأن يخضعوا للحجر في الداخل. مثلا الآن هناك تكدس لمئات ربما من اليمنيين المسافرين في منفذ الوديعة وهم يريدون العودة، لكن هناك حالة منع لهم من الخوف من أن يقوموا لا قدر الله أن يكونوا حاملين للفيروس ويعملوا على نشره في الداخل. إلى أي حد برأيك هذه المخاوف حقيقية وكيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟ هو قد لا ننكر أن هناك حالة هلع تطال كل الذين يتحدثون أو يتناقلون أخبار أو شبهات أو ما يتعلق بفيروس كورونا. يعني نحن إذا تحدثنا عن اليمن الحقيقة ينتابنا جزء كبير من الوجع، لأنه هذا البلد الذي يمتلك الكثير من الخيرات ويمتلك الكثير من الموارد لم يستطع أن يكون له يعني قاعدة أو ماذا نقول أو نسميها، يعني بنية تحتية صحية يستطيع أن يأمن لها المواطن اليمني. اليمني يشعر بالهلع ويشعر بالخوف، وهذا طبيعي جدا، لأنه يعرف أن في بلده لا يمكن أن توجد إبرة ولا يمكن أن يوجد مكان نظيف ولا يمكن أن توجد رعاية صحية أولية طبيعية. مساحة الهلع هي مساحة متواجدة بسبب هذا الوضع الذي يعيشه المواطنين بسبب الفقد الصحي والفقد وفقد الإعدادات والاستعدادات لفرق طبية، لمستلزمات طبية أولية، لحياة لنقاهة حقيقية، لوضع لأماكن ومساحات للحجر الصحي ممكن تسعف المواطن، تشعره بالأمان وتشعره بأنه إذا وصل إلى اليمن سيكون في مأمن. لكن هناك هلع، هناك خوف، هناك رعب. يعني إذا يعني أنا أشعر إنه بين مطرقات وسندان الكورونا والأوضاع الصحية الموجودة داخل اليمن يعيش المواطن اليمني مع الأسف الشديد. يعني أستاذ فهد، ما تعليقك في هذه النقطة حول المخاوف للمئات العالقين المتواجدين في منفذ الوديعة في ظل ما نسمعه عن رغبة البعض من العالقين في الخارج وأنهم يرغبون الآن في العودة؟ المخاوف حقيقية أخي الكريم، وحتى المتواجدين في تلك الأماكن لم يقدم لهم الكثير. أعتقد السعودية والإمارات، يعني خلينا في هذه النقطة لو عدنا، السعودية والإمارات لا تتحرك إلا إذا إلا في 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 مسار، يعني الآن مثلا لو حصل مناشدات أو حصل مثلا تدخل من تركيا أنها ستتدخل في اليمن أو ستقف إلى جانب هذا العالقين، سوف تتحرك السعودية. السعودية لا يتحركون إلا برد الفعل. التحالف بشكل عام والسعودية بشكل خاص لا يتحرك هؤلاء إلا برد الفعل. إذا تحركت قطر أو تحركت تركيا أو تحركت أي دولة بأن ستقف مع اليمنيين أو ستحل مشكلة العالقين، سوف يتحركون هؤلاء
مباشرة، لكن أن بالطريقة التي تحصل الآن سيتركوهم لسبيلهم. أنا دائما أركز وأقول أن السعودية مسؤولة مسؤولية مباشرة وكبيرة لحل هذه المعضلة وهذه المشكلة. حتى الآن يعني لم تقدم شيء في مسألة مواجهة كورونا إلا الشيء أمام وسائل الإعلام، شيء محدود لا يساوي شيء. تستطيع من خلال العشرات الصواريخ التي تمطر بها على الجبال دون أي فائدة أن توفرها في القطاع الصحي وأن تدعم بها اليمنيين لمواجهة هذا الوباء الكارثي. يعني في مشكلة كبيرة، لابد أن نرفع صوتنا بهذه النقطة تحديدا. يعني على السعودية أن تتحمل مسؤولية كاملة أمام ما يجري داخل البلاد. القطاع الصحي منهار، يعني لا أقول منهار، أصبح في درجة يعني في درجة الصفر. يعني إذا حصلت كارثة ستضرب اليمن من شرقي إلى غربي. اليمن لا تستطيع يعني 200 جهاز تنفس فقط، وكل مصاب لا قدر الله لابد أن يخضع 5 أيام على الأقل داخل هذا الجهاز. 10 أو يعني 200 شخص لا قدر اللهم من يستحوذون على هذه وبقية الشعب سيموت. يعني هذه قضية كبيرة وقضية خطيرة للغاية. كما قلت في بداية هذه الحلقة، نحن أمام مشكلة مركبة. الموجودين في الخارج يعانون بشكل كبير وتنفذ جميع أموالهم الآن، وإذا دخلوا إلى داخل اليمن قد يكون هنالك خطورة كبيرة. هذه معاناة كبيرة ينبغي الحل. طيب أستاذة نبيلة، عن أهمية التكافل الاجتماعي في هذا الوضع، ما الذي يمكن قوله في مصر مثلا على سبيل المثال؟ المطاعم اليمنية بعضها فتح أبوابه أمام العالقين بشكل مجاني، وهناك أيضا مبادرات شبابية يتم العمل عليها. ونحن نتحدث عن المسؤولية الوطنية والأخلاقية، لا يمكن أن تغفل عيوننا ولا يعني ولا نكون حصيفين ولا منطقيين في أن نحن نتحدث فعلا عن تلك المبادرات التي ظهرت في خارج اليمن، سواء من رجال أعمال أو من مبادرات مجتمعية، جمعيات، منظمات، مبادرات طوعية، مطاعم يمنية في مختلف الدول التي يوجد فيها بكثافة العالقين. وأنا سأتحدث مثلا، إذا أتحدث عن هذه المسؤولية التي مفترض أن يتحمل مسؤوليتها رئيس البلاد أولا، ثم رئيس الحكومة، ثم وزير الصحة، ثم وزير حقوق الإنسان، ووزير شؤون المغتربين، السفراء، ثم المبادرات. يعني كل هؤلاء إذا أخلوا مسؤوليتهم، نحن سنرفع أيدينا ونحيي كل يمني يبادر ويقدم ويساهم في مساعدة العالقين في أي مساحة جغرافية وفي أي بلد عربي، بل سنقول هؤلاء هم من يستحقون أن نجلي عنهم يعني عتاب الضمير فيما إذا يعني تصلحت الأوضاع في اليمن. ماذا سيقول مثلا رئيس الحكومة عندما ينتهي يعني وباء كورونا؟ ما الذي سيسعفه عندما يعتذر اليمنيين العالقين؟ ما هي العبارات التي سينطقها وسيقولها في بياناته عندما يكون اليمنيين انتهت مشكلتهم؟ نحن نتحدث عن المسؤولية في إطار المشكلة، لكن إذا كانت هناك حلول والمبادرات هذه تحركت للحل، هي ستقول لهؤلاء أنتم ستبقون على مساحة من الضمير لا يمكن يهدأ ولا يمكن يرتاح، طالما أنه لم يتقدم خطوة واحدة أيام ما كان اليمني في أي بلد يشعر بالكارثة ويشعر بالأزمة ويشعر بالمهانة ويشعر بالذلة ويشعر بأنه لا يستطيع أن يعني يتصرف في حياته وهو محسوب على اليمن دولة ذات سيادة حتى هذه اللحظة. لماذا اليمني في أي ظرف، في أي محطة، في أي منعطفات تاريخية دائما يشعر بالقلق؟ لماذا؟ لماذا أي مواطن لأي دولة أخرى عربية أو دولية لا يشعر بالقلق؟ لماذا اليمنيين دائما يشعرون بالقلق؟ لماذا يشددون ولماذا ينادون ولماذا يطالبون الحكومات وسفراء بلدانهم؟ لماذا هذه المطالبة المستمرة؟ لماذا؟ لماذا هذه الدولة بحكومتها وسفرائها وكياناتها لا تحترم مسؤوليتها أمام هؤلاء الناس؟ أشكرك جزيلا الصحفية والناشطة الحقوقية نبيلة سعد، كنت معنا من الخرطوم وأنت أحد اليمني العالقين هناك. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا الليلة. أستاذ فهد سلطان، كلمة وتعليق أخير إليك
في موضوع هذه الحلقة، وبرأيك إلى متى سيظل اليابانيون في حالة القلق التي أشارت إليها الأستاذة نبيلة؟ المعركة يعني قضية اليمنيين هي قضية لها أكثر من 30 سنة، بهذا لم يتغير شيء، بل زادت من سيء إلى أسوأ. لا يستشعر الكثير لمسؤوليتهم، نفتقد إلى القائد ونفتقد إلى المشروع ونفتقد إلى حملة هذا المشروع. نتمنى المبادرات الخيرية ومبادرات الإنسانية ومبادرات المجتمعية ومبادرات الشبابية أن تخفف كثيرا أو أن تحضر وأن تشغل مساحة واسعة ومساحة مناسبة في هذه الأزمات إلى أن يقضي الله أمرا. شكرا جزيلا لك الصحفي فهد سلطان، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أنا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمني، ولكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم الغد في حلقة جديدة. كونوا بخير.